ده الممر بتاع المزرعة لحد الآخر. على الشمال ده هو ده الرمان، أربعة فدان رمان، ده هو البرتقال والجوافة. دي الأوضة فيها الموتور بتاع المية، ده السكن بتاع العامل اللي شغال في الأرض، والجنب التاني في الحمام. ده آخر مزرعة، ودي آخر مزرعة برضو من هنا لحد آخر ده الجو ده الرمان. هي 17.5 فدان، نصهم مزروع متشجر، النص التاني فاضي.